تمكنت وحدات المجموعة الإقليمية للترك الوطني بتوغورد خلال هذا الأسبوع في عمليتين مختلفتين من حجز 20267 كبسولة من نوع بريغابالين 300 ميلي غرام أجنبية الصنع، مع حجز سيارتين سياحيتين وتوقيف 4 أشخاص منهم شخص عنصر نسوي ينشطون ضمن شبكة إجرامية. العملية جاءت بعد الاستغلال الجيد للمعلومات والانتشار المحكم لوحداتنا عبر شبكة الطرقات ليتم توقيف المركبتين، وبعد تفتيش دقيق تم العثور على المحجوزات السالفة الذكر. بعد استيفاء جميع الإجراءات القانونية اللازمة تم تحرير محضر قضائي ضد المشتبه فيهم وتقديمهم أمام السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة تبورد.